في الحقيقة تلقينا الخبر بحزن شديد، لأنه هذا رجل يعني وطني كبير، كان قائد ديال جيش التحرير في البلاد ديالنا، يعني عضو من الأعضاء البارزين ديال الحركة الوطنية المغربية، ناضل ضد الاستعمار وناضل طيلة حياته من أجل البناء الديمقراطي في بلادنا، باش نبني دولة حق القانون، دولة المواطنة، دولة المساواة والعدالة الاجتماعية. هذا رجل يعني شامخ في تواضعه، رجل عاش عيشة الزاهدين ومات ميتة يعني ديال بحال الشهداء، لأن يعني هذا الرجل ظل نبراسا ومثالا ونموذجا يحتذى به لكل الأجيال. نعم. هو من ساند شباب حركة 20 فبراير. نعم. هو من وقف إلى جانبي يعني المظلومين من الحراك الشعبي للريف، وتدخل أكثر من مرة من أجل فك يعني الأسر عليهم وعلى وضعهم في جنازين انفرادية. رجل يعني كان في كل المحطات موجود بتبصره وبكلمته الحكيمة وبقيادته، ليس فقط داخل الحزب ولكن لأجيال وأجيال من اليساريين المخلصين المناضلين الشرفاء. فاليوم نفقد هرما شامخا ويفقده كل الشعب المغربي، بالإضافة إلى العديد من يعني القامات المغاربية والعربية وفي العالم الذين يعني وجهوا لنا التعازي، لأنهم يعرفون قيمة الرجل وكيف أنه يعني ساند بكل ما أوتي من قوة، ساند القضية الفلسطينية وساند كل قضايا العادلة في هذا العالم. طيب أستاذ، عندنا كانت عندك ذكريات كبيرة مع الراحل، شنو هي أهم رسالة اللي بقت راسخة في الذهن ديالك أستاذ؟ رسالة اللي بقت يعني رسائل كثيرة، ويعني هكا اش غادي يمكن لي نقول لك، بأنه هذا الرجل جسد نبل السياسة بأخلاقها وبتواضعها وبسخائها وبانخراطها التام وبتضحياتها الشاملة من أجل أن ننتصر للوطن والشعب. فهذا الرجل كله قيم، كل قيمة من القيم التي كان يتحلى بها هي درس، فهو مدرسة، مدرسة للأخلاق وللنضال وللقيم الرفيعة، رحمه الله. وشكرا لكم على تواجدكم. هذا واحد استاذ، شكرا لك. شكرا استاذ. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.